السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا في العنوان، وصفة رهيبة للشعر. كنتو كثرات اللي طلبتوا مني هاد الوصفة هذه، اللي كتكون غير من مكونين اثنين فقط. المكون الاول اللي هو الزنجبيل، بلا شك كتعرفوا كلكم بيان سور الفوائد الكثيرة والمتعددة ديال الزنجبيل، سواء على الصحة ولا البشرة او للشعر. فما عليكم غير تدخلوا لجوجل وتشوفوا الفوائد ديال الزنجبيل. المكون الثاني اللي هو زيت الزيتون، هو غني عن تعريف الفوائد، فهو أكل وزهن ونور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفوائد ديالو هو كثيرة ومتعددة. على بركة الله كناخذ الزنجبيل تنحكوه مزيان على أي حكاكة عندنا بيان سور ديال الدار، من بعد البنات كناخذوا غير العصير ديال الزنجبيل كنعصروه مزيان، كناخذوا يعني غير ديك الميه اللي كتكون في الزنجبيل بيان سور. من بعد البنات كيبقى عندكم الاختيار بيان سور، ضيفوا مع زيت الزيتون ضيفوا اي زيت يعني عندكم في الدار، يعني مثلا كزين زيت اللوز او زيت الخروع او لا زيت السمسم، حتى هو مفيد جدا للشعر، فكنصحكم انكم تزيدوا فوائد كثير. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي ما كتستعملش انت هذه الوصفات على راسك، فهاد دليل اضطريت انني نوريكم بانه فعلا كنستعملو على شعري، وكنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. والى اللقاء البنات، بيزو.